تقديرا للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية التي حظيت بتكريم مراكز خدماتها ضمن برنامج تقييم المراكز الخدمة الحكومية تقييم 2 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قام عدد من أعضاء لجنة تقييم المراكز الحكومية برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بزيارات ميدانية إلى مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 2 وتعليق الدروع فيها. بعدما تأكد نجاح التجربة الأولى من برنامج تقييم الذي علا بأهدافه الوطنية وحقق النتائج المرجوة استنادا على ما عززها من مبادئ عملية تتمثل بالشفافية والتنافسية والإبداع التي من الواجب أن تكون جزءا من طبيعة عمل المراكز الحكومية على اختلاف عملها وتخصصها في توفيرها للخدمة المقدمة للجمهور الطالب لها، ها هي الحلة الثانية من تقييم تؤكد على استمرارية الحفاظ على إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات بمختلف المراكز الحكومية من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وعبر تطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية فيها. هذا التكريم من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن يكون حافز إلى بقية مراكز تقديم الخدمة في كل المراكز التابعة إلى الوزارة، واللي نطمح إلى دائما أن نكون متميزين في تقديم هذه الخدمة. هذا الفوز يعكس ما وصل إليه المركز من مستوى أهله للحصول على هذا الدر باستيفاء معايير لجنة تقييم مراكز الحكومية التي تهدف بنهاية المطاف بكل تأكيد إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين. اليوم طبعا يتم يعني وضع دروع الذهبية لثلاث مراكز لأول مرة تدخل ضمن الفئة الذهبية. عندنا الهيئة العامة للتأمينات، عندنا أيضا مركز مزايا الكهرباء والبلدية الشمالية في مدينة حمد. تأصيل الفكرة الإيجابية المراد التي يحملها برنامج تقييم داخل المراكز المستهدفة احتاج إلى عمل دؤوب وتنظيم العديد من جولات التسوق السرية والزيارات الميدانية من قبل لجنة تقييم المعنية ل78 مركزا خدميا حكوميا لتقدير مستواها وتحسين نهجها الخدمي، لتخضع إلى الكشف المباشر بما يتوافق مع استيفائها ل94 معيارا أساسيا تتلخص بعدم تجاوز وقت الانتظار للعميل لأكثر من 15 دقيقة، إضافة إلى التميز في توفير الخدمة وسلاسة إدارة العملاء، فضلا عن فعالية العمليات الإدارية والإلكترونية. هذا التكريم يعطي دافع كبير حقيقة لهذه المراكز والقائمين عليها، ونحن دائما نقتدي حقيقة بتوجيهاته، ودائما يحثنا جميعا على تقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر وتميز. بداية انطلاق هذا البرنامج في 2018 و2019 صراحة قلنا لازم نفوز، لابد من الفوز، ما ينقص الدوائر الحكومية أو الوزارات الحكومية، كل الأدوات متوفرة، وفي الأساس إحنا خدمتنا أو صميم عملنا خدمة المواطن، وبالتالي رؤيتنا الواضحة هي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات. شيء تفتخر الهيئة بأنها هي حصلت على الجائزة الذهبية للتصنيف تقييم مراكز الخدمة الحكومية وفق معايير محددة وباهتمام وتوجيه من صاحب السمو ولي العهد. في نفس الوقت هذا الاهتمام أعطانا دافع أكثر إلى أن احنا نطور خدماتنا وفق معايير محددة. هناك 94 معيار وضعتها لجنة تقييم في الجائزة، وإحنا عملنا جاهدين أن نحقق جميع هذه المعايير، وبالفعل حققناها بجهود بحرينية شبابية. برنامج تقييم الذي أطل من نافذة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين يأتي من باب تدعيم البيئة المحفزة للتنمية المستدامة عن طريق رفع مستوى كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وتقليل مستويات الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات للمتعاملين
داخل أروقة مؤسساته. لتقييم ذلك الدور المؤثر والعامل المحفز لمتنوع المنصات الحكومية في تقديم أرقى الخدمات النوعية، فالموظف المعني من الواجب أن يكون حريصاً على مراقبة أدائه، وللعميل الحق المشروع في سرعة الاستجابة للخدمة التي يطلبها حتى ينتابه الرضا فور انتهائه. لتلفزيون البحرين، محمد الرشيدات.